في محاولة جديدة لردم هوة الخلافات الليبية، ملتقى الحوار السياسي عقد جلسته في جنيف. لا يزال الجدل يدور ويتواصل حول أرضية وقاعدة للانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، بين مطالبين بالاستفتاء على الدستور ومطالبين بإنهاء المرحلة الانتقالية وتأجيل الاستفتاء على الدستور تمحور خلاف الليبيين. والتي طرحت إمكانية. لهذا كله ترنو عين الأمم المتحدة إلى جلسة الملتقى، تصر الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل. يشرفني أن أدعو السيد. وضع الليبيون منذ 5 أشهر خارطة طريق سياسية لبلادهم، لكنهم، يقول المبعوث الأممي يانكوبيش، لم يحرزوا تقدما عمليا في تنفيذها، لهذا يحثهم على إيجاد حل وسط. إنني أناشدكم لتجاوز خلافاتكم وأي حالة من فقدان الثقة، وتتركز مداولاتكم في الأيام القادمة على التوصل إلى أكبر توافق ممكن في الآراء والعمل لحصر النقاط الخلافية المتبقية عبر حل وسط. الأمم المتحدة وهي التي تدعم وتيسر بل وتدفع باتجاه توافق ليبي ليبي، كانت قد أعلنت توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار إلى صيغ توافقية بإجماع أعضائها وتوصيات تقدمها للملتقى. النائب عبد المطلب ثابت. اتفقت اللجنة على شروط الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة على أن يكون الرئيس ليبيا أبا عن جد لا يحمل جنسية أخرى، كما توافقت على شكل البرلمان وماهيته من غرفتين، واحدة للنواب وأخرى للشيوخ، بيد أن هذه التوافقات لا تزال معلقة تنتظر أن تمهر بموافقة من أعضاء الملتقى.